السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام، أهلا بكم. هنتكلم النهاردة عن موعد مباراة النادي الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا، توقيت المباراة، القناة الناقلة، كل تفاصيل المباراة إن شاء الله. لكن في بداية الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة، وتقولوا لنا رأيكم في التعليقات في المباراة القادمة للنادي الأهلي مع نادي فيتا كلوب الكونغولي. بإذن الله تنطلق المباراة يوم السبت المقبل 6/3/2021 على أرضية ملعب استاد القاهرة في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. تقام المباراة بإذن الله في تمام 9 بتوقيت مصر والسودان وليبيا، 10 بتوقيت السعودية وسوريا والعراق، 8 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر. أما عن القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي في إطار منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا، بإذن الله ستنقل المباراة على قناة بي إن سبورت 1 وبي إن سبورتس كونكت إن شاء الله. المباراة على أرضية استاد القاهرة، النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والنادي فيتا كلوب أيضا في المركز الثاني لكن برصيد 3 نقاط، يفرق عن الأهلي بفارق الأهداف. المباراة قوية جدا وفي حماس جدا من جانب النادي الأهلي لتعويض خسارته المباراة السابقة ضد نادي سيمبا التنزاني. يسعى الأهلي لتحقيق الفوز على أرضية ميدانه وتحقيق 3 نقاط ليصل إلى المركز الأول والتشبث بصدارة المجموعة وتعويض الهزيمة الأخيرة أمام سيمبا التنزاني. نتمنى التوفيق للنادي الأهلي يوم السبت اللي جاي بإذن الله 6/3/2021 الساعة 9 بتوقيت مصر، الساعة 10 بتوقيت السعودية، إنه يقدر يحقق الفوز. يا ريت تتوقعوا نتيجة المباراة في التعليقات وتقولوا لنا رأيكم في التشكيل المتوقع للنادي الأهلي.